السؤال الذي نطرحه هل نعبد الله سبحانه وتعالى خوفا أم أننا نعبده سبحانه وتعالى حبا فيه وطمعا في رحمته؟ الله عز وجل زكى أنبياءه فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ابن القيم رحمه الله يقول كلام جميل نذكره بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى مثل الطائر، لابد له من جناحين ورأس، جناح وإلا لا يطير الطائر. الطائر كن عنده طير يعني جناح واحد لا يمكنه أن يطير، لو كان مكسر من جناح لا يمكنه أن يطير. يقول جناح هو الرجاء، والجناح الثاني هو الخوف، والرأس هو المحبة. فحبك لله سبحانه وتعالى وخوفك منه ورجاؤك فيه وحسن ظنك به سبحانه وتعالى هو الذي يحملك على عبادته وعلى طاعته سبحانه وتعالى. تعبده لأنه يستحق العبادة ويستحق التعظيم سبحانه وتعالى، وتعبده أيضا لهذه الاعتبارات، على اعتبار أنك تحبه، على اعتبار أنك تخاف منه، على اعتبار أنك ترجو رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك الخوف عنده حد والرجاء عنده حد. حد الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الخوف الذي يمنعك من الوقوع في المنكرات والكبائر ويمنعك من ترك الواجبات، هذا هو الخوف. كنقولوا احنا فلان يخاف الله عز وجل، ماذا نقصد؟ خوف الله عز وجل الخوف المحمود والمطلوب شرعا عنده حد. ما هو حده؟ الحد تاعه هو أنك تخاف من الله عز وجل فلا ترتكب الموبقات والمنكرات، لأنك تعلم ما يترتب عليها، وأيضا تخاف من الله عز وجل فلا تترك الواجبات، لأنك تعلم أنك مطالب بها وأنها في ذمتك. لكن كن يزيد الحد نتاع الخوف فيتحول إلى قنوط، يعني إنسان يقول لك يخاف إلى درجة أنه يقنط. لذلك الله عز وجل نهانا عن القنوط، نهانا عن القنوط. الله عز وجل يعني خاطب حتى الذين أسرفوا. احنا نعرف أن الإسراف يكون في الطعام والشراب، لكن كاين إسراف في الذنوب، كاين إسراف في الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا يحملنكم الخوف الزائد فيغلبكم الشيطان، فماذا تصنعون؟ تقنطون من رحمة الله. إما أنكم تبقون على الكفر والإلحاد والشك، إما أنكم تنتحرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق، مثلا إنسان يحتاج خبز يشري 10، هذا إسراف. هناك إسراف في الذنوب، مجاوزة الحد في الذنب. هؤلاء خاطبهم رب العالمين فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن الخوف من الله عنده حد وقد ذكرناه. الرجاء في الله سبحانه وتعالى عنده حد، وحده هو أن يحسن العبد الظن بربه، أن يحسن العبد الظن بربه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح عن ربه أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ماذا تظن أنت بالله؟ تظن أن الله عز وجل سوف يرحمك ويغفر لك؟ فإن شاء الله تعالى سوف يغفر لك ويرحمك. إذا كنت تظن أن الله عز وجل قد غضب منك غضبا لم يغضب عليه مثله قبله وأنك من أهل النار، فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا الرجاء في الله هو أن تحسن الظن بالله، ولكن بشرط أن لا تتهور وتترك العمل. كاين بعض الناس يقول لك إن الله غفور رحيم، يعني عندهم حسن ظن زائد. كيما الخوف لما يكون زائد يولي قنوط، كذلك
الرجاء في الله عز وجل إذا فات الحد التاعو يحملك على ترك الواجبات. تقول إن الله غفور رحيم، ربي كريم، ربي عز وجل يتجاوز على عباده، وأنت مضيع للواجبات. هذه المصيبة. العلماء يقولون في هذا كلام طيب جدا، يقول لك الإنسان قبل موته ينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء، لكن إذا حضرت الإنسان الوفاة عليه أن يغلب الرجاء على الخوف. إنسان كيعود راح يموت، إنسان يكون مازال حي وفي نشاط وكذا، دائما يغلب الخوف، يشعر أنه راه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، لازم يعبد أكثر، لازم وكذا، لازم وكذا. لكن إذا كان راح يموت، راح يموت معناها انقطع العمل، خلاص ما بقاتش عبادة وصلاة وكذا، ما بقاش عمل، بقات لقاء الله. في هذه اللحظة ينبغي أن يغلب الرجاء، يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى على أنه سيغفر له ويدخله الجنة. فهذا هو، على كل حال نحن نعبد الله سبحانه وتعالى حبا فيه، تعظيما له، وخوفا منه، ورجاء فيه سبحانه وتعالى وفي رحمته. الإمام الشافعي رحمه الله يقول كلاما جميلا جدا، يقول بعدما سئل على كل حال، قيل له: يا إمام، كيف يكون سوء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ قال: الوسوسة والخوف الدائم من وقوع مصيبة وترقب زوال النعمة. وسبحان الله، هذا هو الشيء اللي راهم واقعين فيه الناس، وهذا داخل في سوء الظن في الله سبحانه وتعالى. انت، نعطيك مثال، لما مثلا تزور انسان مريض، تعود واحد مريض طريح الفراش، وتلقاه محبط، وتلقى عنده اكتئاب، وتلقى عنده يعني خوف من المستقبل، على اعتبار انه ما يبراش، هذا يدخل في باب سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل من أسمائه الحسنى الكبير، ومن أسمائه الحسنى الواسع، رحمته واسعة، فضله واسع، واسألوا الله من فضله. الله عز فهذا المريض لما تسألوه تلقاه محبط، يقول لك خلاص راحت الصحة وراحت كذا. إذن هو ما عندوش يقين في الله عز وجل، أن الله عز وجل قادر على أن يشفيه، في حين أنك تلقى ناس آخرين عندهم سرطان في مراحل متقدمة، ولكن عندهم يقين كبير في الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشفيهم، لأن أمر الله عز وجل بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبعض الناس عايشين في وسواس دائم، خايف من المستقبل، خايف من غدوة، خايف يعود يروح له الرزق، خايف يعود الأولاد تاعو مانيش عارف ما يمشوش كما يبغي هو، خايف، خوف دائم. إذن أين هو حسن ظنك في الله سبحانه وتعالى؟ المطلوب منك هو أن تسأل الله عز وجل من فضله، وأن تحسن الظن بربك، وأن تخلص في الدعاء، وأن تنتظر الخير، لأن الله عز وجل خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى. في بعض الأحيان يدعي لك واحد يقول لك ربي معك، والديك مثلا، يماك ولا باباك، ولا يقول لك روح يا ولدي ربي معك، أنت تفرح بهذا الدعاء فرح عجيب جدا وتطمئن، لأنه هذه كلمة ربي معك، هذا أمر أنت عقيدة عظيم لازمنا نفهموه، لأن الله عز وجل ذكر لنا المعية في القرآن الكريم، والعلماء يقسموا المعية إلى قسمين، كاين معية عامة، كاين معية خاصة. احنا ان شاء الله نكونوا من اهل المعية الخاصة. المعية العامة رانا فيها، رانا داخلين فيها. المعية العامة هي معية الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه.
كيف الله عز وجل مع جميع خلقه؟ كما في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. معهم أينما كانوا، يعني هذا الكفار، هذا الملحدين، هذا يعني المخلوقات كلها، البشر والله عز وجل معهم. لكن معية عامة، العلماء قالوا معية عامة أي معهم بسمعه وبصره وإحاطته ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. هذه المعية، معية عامة، أن الله عز وجل هذا البشر، هذه المخلوقات كلهم تحت سمعه وبصره وإحاطته وقدرته. حتى العلماء يقول لك لازم نقوله أيضا الإحاطة، ما كاش واحد راه خارج من الملك تاع ربي، ربي مخليهم في الملك تاعو يمرحون ويسرحون ويفعلون ما يشاءون، ولكن بالنسبة للظلمة والكفار إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. إذن فالمعية العامة تشمل الكل، أما المعية الخاصة هذه هي المعية التي تقصدها الوالدة ويقصدها الأب لما يقول لك يا وليدي ربي معك. المعية الخاصة هذه هي معية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولرسله ولأوليائه وللصالحين من عباده. العلماء قالوا المعية الخاصة كما في قوله تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله عز وجل يخاطب موسى وأخوه هارون لما يقول الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، معي ربي سيهدين. لما يقول الله عز وجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار مع سيدنا أبي بكر الصديق: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما معنى هذه معنى المعية الخاصة؟ قال لك هذه المعية هي معية الإحاطة والسمع والبصر ومعية النصرة والتأييد. رب يقول إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، لكن صبرت صح صبر حقيقي وراضي بقضاء الله وقدره فسوف تصحبك معية الله الخاصة، أي أن الله تعالى ينصرك ويؤيدك، ينصرك حتى على هذا المرض، ينصرك ويؤيدك سبحانه وتعالى. فالمعية الخاصة هي معية النصرة والتأييد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أوليائه ومن عباده الصالحين.